العشرين من الرابطة المحترفة الأولى، والبداية باش تكون بفوز ترجي الرياضي التونسي، فوز كان بخمس أهداف كاملة على الملعب التونسي في قمة لقاءات الجولة. كيفاش كانت اللقاء هذايا؟ هات نتابعوا مع بعضنا ثم نرجعوا نحكيوا عليه. اسبيرونس وستاد ديما عندها شرم تاعها، دربي العاصمة محسوب بطبيعة الحال، معناتها عدة مواسم معناتها مقابلة الملعب التونسي والترجي الرياضي، معناتها ديما تعدى مقابلات حلوة برشا من الفريقين، وتعدى معناتها مقصد الحالات معناتها تعدى مقابلة جميلة، وسيتو معناتها مقابلة اليوم ماك تعرف معناتها الملعب التونسي معناتها قلت ربي معاملين نحبوا نكلاسيو المرتبة الثالثة، والترجي قاعد يلعب على البطولة، معناتها إن شاء الله باش نشاهدوا اليوم مقابلة ممتازة معناتها من طرفين. تعرض الانتخوماتيزم في غميد لاشوفي، تضرب على الماليو الانترن وصار الولتي وافي كعب الرجل مع تاينون تورس دي ليغامات الاكستيرن لاشوفي، توا في الماشين المساحة باش نعملوا الأشعة اللازمة، وغدوة ومن بعد التشخيص نعرفوا إن شاء الله قداش المدة نتاع الراحة، إن شاء الله ما ثماش معناتها إصابة خطيرة، ما لازم نمشيو نعملوا أشعة باش من بعد نعرفوا قداش المدة نتاع الراحة إن شاء الله. طمنا على الإصابة نتاعك. والله إن شاء الله باس، سي تاينون تورس في الاكستيريور في الشوفي. تنفخت شويه باش نمشي توا الكلينيك نعمل راديو، مي ان شاء الله لاباس، تربي شويه راحه ان شاء الله لاباس الحمد لله. اش كانت الاصابه؟ كيما ريتوها خذت كره مع عند الدراما، مشيت للكاش، كان تاكل مجهور نتاع ستاد تونيزيان، تاكلني في الشوفي، لا غالب ما نجمش نكمل، كاو ان شاء الله لاباس. اسكندر بصراحة لازم نقولوا انتصار مستحق ومقنع اليوم للترجي الرياضي التونسي لهنا في المنزل. صحيح، استوعبنا الدرس تاع مباراة قفصة ومتاع باجة، عرفنا كيفاش نسجل من الأول. صحيح أنه الفريق مو غاير صراحة، لما نشوفوا بنانا في لاكس دو ديفونس عطى بوكو داسيورونس، نشوفوا أسامة معناها دراجي ان غروند بريزونس اونيفو اوفونسيف، سا بيرمي باش يوسف يبدا بلو ليبيري، دونك لقينا ليزيكيليبر نتاعنا اوفونسيف الحمد لله، نتيجة وأداء. ماتش بيزا لعبنا مليح وخلقنا فرص ما سجلناهمش. اليوم الحمد لله معناتها ركزنا على الشيء هذايا، معناتها ركزنا على معناتها الفينيسيون قدام الجول، لازمنا نعرفوا كيفاش
اللمسه الاخرى كيفاش نماركيو معناتها. الحمد لله ربي وفقنا، لعبنا ماتش باهي مع الفرص اللي جاتنا جسمناهم، وهذاك المطلوب في بلادنا. ما ان شاء الله ما لازمش نضيعوا نقاط. التوفيق مع عند ربي. شفتوا الليل الكل عطينا معادنا، هبطنا عازمين على الانتصار. الحمد لله ان شاء الله نكملوا ماتش هذوما الكل. الباركور هذا اللي مازال باش ان شاء الله نتحصلوا على البطوله ان شاء الله. كانت خماسيه يعني الترجي ينتصرها، يعني زوز في الشامبيونز ليغ، واحده في البطوله، الكل مويكلو يعني. والله مش كيستيون يكلوها هي، خاطر كيما قلت لك ايكيب تستحق، معناتها باش تربحها خمسه تربحها، فهمت؟ تستحق باش تربحها واحد ولا اثنين تستحق، فهمت؟ هذيك هي الحمد لله. واحد كيما قلت لك الولاد الكل عاطين البلوس بالخماسيه، معناتها تجيب البلوس بتاع الولاد الكل. مازال تورنو صغير في الشامبيونات، لازمنا كل ماتش نلعبوها كي بنفس الديتيرميناسيون. ان شاء الله بقدره ربي وفقنا وما نلقاو حتى صعوبه ان شاء الله. والله غالب اخويا الماتش هذا لازم تنساه، وان شاء الله اخويا صحيح زي ميطون لعبنا خير من بريمير ميطون، مي نبنيو عليه. عندنا ماتشات جايين ان شاء الله اخويا نكونوا عند حسن الظن ونكملوا نعاودوا رواحنا بالانتصارات. حقوش خمسه بلاش، نستحقوش اللي احنا نخسروا خمسه بلاش. اللي يسمع يعني مش كيما اللي يسمع كيما يشوف. كانت بريمير ميطون اليوم هما ديزيام ميطون كان لينا احنا، ما حلفناش الحظ باش نماركيو، هما حلفهم الحظ برشا برشا. يعني كره ميته يماركيوها، يعني كره تضرب في ديفونسور ديفي تمشي تدخل، يعني كان زهر معاهم، كان كل شيء معاهم. كرة باليد دخلت، يعني هذيك هي الكرة. احنا خسرنا، نسحقوا الخسارة، ما نسحقوش خمسة بلاش. خسرنا خمسة كونتر اسبيرونس، ما نلوموا حتى حد، نلوموا كرواحنا الجمعية الكل، بالهيئة بالانترونور بالجوارات، ندير كرواحنا ونعاودوا نخدموا على رواحنا أكثر ونشوفوا كيفاش. ما عندنا شوية نقص في وسط الميدان، نزيدوا نخدموا، عندنا نقصتنا صنعة في الوسط تيران وكا. إن شاء الله ندير كرواحنا ونعاودوا نجيبوا لي بوان في منزل إن شاء الله. مرة أخرى يتعاقد ترجي والمدرب نبيل معلول مع الخماسيات مرة ثالثة. الترجي سجل خمسة أهداف كاملة. راضي أكيد في وقت وجودك في الانجلتير أكيد راك تتبع في أخبار الترجي التونسي. سير يعني تبع في الشامبيونان تاع تونس وخاصة الترجي. رأيك في معناها في الموسم تاع الترجي السنة، ترشحوا للدوري مجموعات في رابطة الأبطال الإفريقية، كذلك معناها البقاء في المرتبة الأولى بعد 20 جولة، رأيك في المستوى تاع الترجي الموسم هذا وخاصة بعد أنه المدرب نبيل معلول أصبح هو على رأس الإدارة الفنية نتاعو؟ ايوا قبل كل شيء يعني كيفاش تحكي على ليكيب، يعني براتيكمون ما تبدلش حتى حد، زادوا بالعكس زوز ملاعبيه تشوف تو في المقابل الاخرين، زاد مدافع ويعني فما بنانا ودرامان تراوي فوالا، معناتها زوز ملاعبيه زادوا البلوس ليكيب مع يعني قاعده الملاعبيه الاخرين، زاد قوات يعني الغولاسيون ما بيناتهم، تشوف معناتها تو ناقص كان الريزلتا والريزلتا قاعدين نشوف فيهم تو ماشيه معناتها في كور اسوندونت يعني الاسبيرونس. من خلال الصور راضي اللي كنت تشاهد فيها في الروبورتاج، شنو اللي خلى الترجي يسجل خمس اهداف كامله للملعب التونسي اللي معروف قوه الدفاع نتاعو وقوه الحارس نتاعو؟ كما قال يعني سمعت الدراجي قال يعني نسحقوا باش نربحوا خمسه، يعني يربح خمسه، يعني لي زوكاز اللي جاوهم اللي زون كونكريتيزي، معناتها مش كيما المقابلات اللي قبل جاوهم دي زوكاز وما ملكوهمش يعني، ودخلت يعني دخلت دوت شويه في الجروب، فهمتني؟ يعني توا جاتهم لي زوكاز، جاوب خمسه ماركاو خمسه، وذاك هو اللي جاب اكثر يعني من خمسه ماركاو خمسه، يعني خمسه مش شويه زاد، فهمت؟ كونتر يعني كيب كيما ستاد تونيزيان سان ديربي، يعني مش سهل زاد، سي تري امبورتون يجيوك لي زوكاز وتماركيهم باش تاخذ اكثر ثقه في روحك. شكون راضي من الملاعبيه نتاع الترجي خاصه في وسط الميدان اللي تراه قاعد يقدم في مردود متميز؟ والله نشوف مجدي تراوي يعني قاعد عمل ليكيليب يعني في الميليتار، فهمت؟ نتفكر عامين ثلاث سنين التالي الاسبيرونس كانت شويه متقلقين شويه يعني في الميليتار، ديما نسمع لي زيكو في الديفونس تعبين، لكن موجودين توا ملاعبيه في الديفونس ينجموا يعملوا مردود يعني طيب وخير حتى من هكا، يعني يلزمهم شويه وقت شويه اكسبيرينس وشويه زاد يترناو شويه معناتها ياخذوا ثقه في روحه. انت تحدثت على مجدي تراوي، فما ملاعب اخر كان قدم مردود متميز وقاعد يقدم في مردود متميز في الجولات الاخيره، اللاعب هذا هو اللاعب الفنان كما يعيطوا احباء الترجي، لاعب يوسف المساكني اللي سجل زوز اهداف في مقابله الترجي والملعب التونسي. بورتري يوسف المساكني تعرفوا عليه خير، ثم نرجع. Every now and then.
هذا كل فضل من عند ربي. الترجي اليوم انا اداء ونتيجه كما نقولوا خمسه بلاش يخلينا نخدموا اكثر في اكثر تحيه في الشامبيون تاعنا نحضروا بها الشامبيونز ليغ. يوسف من الملاعبيه اللي جوار روبير في الاسبيرانس سي ان جوار اللي كابابل دو فير لا ديسيزيون لوي سول سي كلكان كي كابابل باش يبركوتي ويشوت ويماركي يلعب مع اوفونسي معناها مع اصحابه ويدي كوليكتيف. يوسف قدم مردود طيب ان شاء الله يكمل هكاكا وديما نحن فهمت يد واحده الكل. لا قاعد يخدم على روحه معناتها قاعد يعطي في اداء باهي جاتو دوز اوكازيون حطهم في الفيلي وان شاء الله ربي معه ان شاء الله ربي يوفق. يوسف بصراحة الجيست اللي عملته بعد الهدف الثاني ديك بيدك شفناها تعملت قبل وتعاودت مرة هذية ميساج تحب تعمله لشكون؟ بون ميساج العبد معين اما كل واحد يمركي عنده جيست وكا. انت اخترت الجيست هذيك لشكون؟ بون شفت برشا زاد عباد تعملها في الاوروب وان شاء الله نوريو كيفهم وكا. اخترت الجيست هذيك لشكون؟ بون شفت برشا زاد عباد تعملها في الاوروب وان شاء الله نوريو كيفهم وكا. كانت هذه صور ليوسف المساكني لاعب الترجي التونسي، ايه رايك في يوسف المساكني؟ لا خاصة في الإضافة اللي قاعد يقدم فيها للترجي. لا ما عندي ما نقول يعني أنا تو حبيت نوصل لك يعني في الإكليبر ديفونسيف معناتها مجدي تراوي هو معناتها واقف عليه الميلو تيران لكن ذوما يعني مساكني دراجي يعني زوز ملعبية مالوريزمون بوغ ما تنجمش تستغنى عليهم ليسبيرونس في المومون هذا لأنه معناتها ملعبية. علاش مالوريزمون بوغ؟ لأنه معناتها ملعبية كيما ذوما النيفو نتاعهم معناتها لوروب معناتها تو سامبلومون ما فماش سكري في الحكاية هذه يعني واحد كيما المساكني معناتها لي كاليتي اللي عنده معناتها كبار ياسر يفكرني في زياد مي بلو فيف زياد مي بلو فيف يعني نحكي زياد خاطر الجينيراسيون تاعي مي مساكني سان جوار معناتها جي ي بروفوك لو ديفونسور وي ليليمين وي ماركي يعني معناتها لي ترو ترو فور كيف كيف دراجي يعني تكنيكمون معناتها ذوما نو كومنت كيما نقولوا يعني.